ويستمر توريد القمح وتستمر التسهيلات وما بينهما دفع المستحقات الذي لا يستغرق أكثر من 48 ساعة. فهناك غيره من الأماكن الأخرى يسير الأمر كالمعتاد، إقبال كثيف وتسهيلات في التوريد والتصنيف حسب النقاوة، والأعلى فيها يحصل على 1500 جنيه. عندنا المساحة المزرعة للقمح السنة دي 272 ألف فدان، متوقع توريد منهم إن شاء الله 450 ألف طن. أنا عندي 39 موقع استلام قمح على مستوى الدقهلية بسعة تخزينية 280 ألف طن. إن شاء الله معدل التوريد مبشر بالخير كجودة وكمية. الجودة العالية في القمح هذا العام جعلت منه مكسب كبير بالنسبة للمزارع بعد زيادة انتاجية الفدان لأكثر من 20 طن هذا العام. بالنسبة لنا السعر مرضي جدا، والإدارة هنا كويسة انها بتستلم الغلة مننا بتسهيلات جامدة جدا. السعر الحمد لله عادل، وما شاء الله الانتاجية عدت 20 أردب بالسنة. وانا في خلال 48 ساعه بورد القمح، وبعد 48 ساعه باخد شيك وبصرف مستحقات. والله بنصرف فلوسنا في خلال 24 ساعه. فالتوريد هذا العام والذي زاد عن العام الماضي بنسبة تصل إلى النصف يستقبل بأكثر من 400 نقطة، منها تلك الصوامع التي تحافظ على القمح من التلف. صومعه بن غمر تعدى 60,000 طن قمح على 12 خلية، كل خلية 5000. ده طبعا ساهم جدا في تقليل الهدر موجود في القمح اللي كان موجود قبل كده في الشوان الترابية، اللي يعني مثلا كان قبل كده الهدر بيوصل لحد 15% من القمح، دلوقتي وصل لتقريبا 0% هدر. والتصنيف يسير بحسب ما هو مخطط من 23.5 نهاية بال22.5. طبعا احنا دلوقتي قدامنا القمح كده تمام، الجوده بتاعته 98%، نسبه الشوائب 2%. بنحدد نسبه الجوده بتاعه القمح على اساس 3 درجات، 23.5 23 22.5. على اي حال فان نسب التوريد حتى الان وصلت الى المليون طن، رقم مرجح ان يزيد باربعه اضعاف حتى يصل الى 5 ملايين طن هذا العام. رمضان الشحات، التلفزيون المصري.